النهارده بالفعل بدأت فعاليات أول جلسة من جلسات الحوار الوطني. بدأت الجلسة الافتتاحية، واللي كلف بهذه الجلسة وبالحوار الوطني طبعا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي دعا له تقريبا من شهرين، كان بدعوة للتنسيق بين كافة التيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني. رئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه عن الحوار من يومين تقريبا كان بيتحدث عن أن كل الأصوات هتكون مسموعة، الحوار مع الجميع عدا فصيل واحد فقط. اليوم نبدأ حوارا وطنيا نحو جمهورية جديدة، وكما صاغ في هذه الدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه في 26 إبريل الذي دعا فيه إلى هذا الحوار الوطني، انتهى فيه إلى أننا نسعى إلى مصر الجديدة والتي هي دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية. هذا هو التعريف، تعريف الجمهورية الجديدة كما وضعه السيد رئيس الجمهورية، وهو أتى في سياق الدعوة للحوار والذي أيضا أكد فيه على أن هذا الحوار يتسع للجميع، وأن مصر وطنا يتسع لنا جميعا، وأن خلافنا في الرأي لا يفسد الوطن قضية. هذا الحوار لا يوجد فيه من موانع أو كوابح إلا لمن يرفض الحوار، ورفض الحوار هو اللجوء لشيء آخر غير القول أو الكتابة أو التعبير بالرأي، اللجوء للقتال كما عبر عن ذلك مصطلح السيد رئيس الجمهورية قبل يومين، هو أمر خارج عن أي تعريف للحوار، وبالتالي من لجأ للقتال أو حرض عليه أو شارك فيه هو ليس على قاعدة هذا الحوار على الإطلاق. عضو هم او هو عدد الاعضاء لمجلس امناء الحوار الوطني اللي عقدوا اجتماعهم الاول النهارده. يمكن تابعنا من زي ما كنا بنتابع دلوقتي وبنشوف الكاميرا بتورينا يعني الافراد المتنوعين في ثقافتهم وفي ارائهم وافكارهم موجودين على طاوله الحوار. دكتور ضياء رشوان وهو يعني الأمين العام لهذا الحوار كان بيتحدث عن أنه هذا التشكيل الموجود أمامنا هو يعبر عن الآراء المختلفة اللي موجودة في هذا الحوار، كان بيؤكد أن كل الآراء ستصل إلى الرئيس بدون أي تصويت وبدون يعني أي حواجز. الحقيقة أن الأمانة الفنية دورها فني تماماً ومحايد تماما. احنا هنتولى تنظيم اجراءات جلسات الحوار ومتابعة فعالياته وتجميع وتصنيف وتبويب واستيفاء الموضوعات وتجهيزها للعرض على مجلس الامناء بالشكل اللي ممكن يمكن مجلس الامناء بادارة الحوار بالشكل اللائق للشعب المصري. بداية اود ان اعبر عن جزيل شكري للسيد الرئيس الجمهورية لتكليفه الاكاديمية الوطنية للتدريب بإدارة الحوار الوطني. صحيح هذا ليس أول تكليف من فخامته، ولكنه تكليف تاريخي ووسام
شرف للأكاديمية الوطنية للتدريب، ونتمنى أن نكون على قدر الثقة ونوافق في هذا التكليف الذي يتفق أهداف الجمهورية الجديدة. وسيذكر التاريخ أن بين جنبات هذا المبنى انطلق أول حوار وطني بين القوى والأطياف السياسية والحزبية والمجتمعية المختلفة. ممكن اعتبار هذا يعني الجهد أو هذه الآلية أو هذا المجلس بداية لمرحلة جديدة في العمل السياسي في مصر، لأنه يعني واضح أنها يعني هتكون محملة بمهام كثيرة وضرورية. يعني أيضا الشكر لكل الجهد اللي بذل، وأنا بعتبر ما قدمته الأمانة الفنية الحقيقة هو نوع من أنواع إعطاء الشرعية لهذا المجلس. هل هذا الحوار حول قضايا سياسية أم حول قضايا اقتصادية؟ أعتقد أنه أمانة المجلس والأمناء وأعتقد والهيكلية الحوار بشكل عام، أعتقد أنها يجب ألا تغفل رأيي وهذا التعبير وهذه الإحصاءات المهمة، أن هذا الحوار هو حوار حول مستقبل البلاد، ومستقبل البلاد لا يتعلق بقضايا سياسية فقط أو قضايا اقتصادية واجتماعية فقط، ولكن أعتقد أن هذه البيانات وهذه الإحصاءات شديدة الأهمية وتعبر عن الجدال أو الحوار الذي تم على منصات مختلفة قبل أن تبدأ هذه الجلسة. فيعني أود أن أشكر بشدة جهد الأمانة الفنية على ما قامت به. أنا الحقيقة لا أرى مرجعية أخرى لهذا الحوار غير الدستور، دستور 2014 الذي نطقت كل مادة من مواده بخصائص الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، والذي فصل بين الدين والدولة هو المرجعية. المرجعية ليست ارتكاب العنف، فهناك من لا يؤمنون بالدولة المدنية الحديثة التي نص عليها الدستور دون أن يذكرها بهذا الاسم، لكنهم لم يرتكبوا أي أعمال عنف. فالمرجعية هنا يجب أن تكون الدستور. إحنا عايزين هذا الحراك المجتمعي، مش شو بتاع الأوض المغلقة، لا، لو إحنا نجحنا نصل إلى فئات معينة خاصة الشباب لو ما شاركش بقوة في هذا الموضوع يبقى إحنا ما نجحناش في تنفيذ أمر مهم جدا. يعني برضو يعني الأحزاب السياسية طبعا وكلنا بننتمي الأحزاب، ولكن إحنا مش عايزين نغفل المنظمات المجتمع المدني الأخرى، لابد أن يكون لها التقدير وكل الاحترام وتقعد معنا على الترابيزة. أعتقد المجتمع كله والخارج